لون الخروبة هي أداءات يدفعها المواطن التونسي باش يتمتع بعدة خدمات، منها التنوير العمومي، ومنها الطرقات والأرصفة، ومنها المناطق الخضراء، ومنها رفع الفضلات. لكن مش التونسي الكل يدفعوا الأداءات هذية، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذاك علاش احنا مشينا نسألوا في التونسي هل يدفع الزبلة والخروبة، وإذا ما يدفعهاش علاش. ما تسمعش بالزبله والخروب؟ اي نسمع به. ضرائب من الضرائب معناها نتاع البلاد. فما برشا عباد ما معناها ما تدفعش فيها زبله وخروب. اي تو داركم يخلصوا زبله وخروب؟ والله احنا دارنا احنا عندنا برشا ما خلصناش زبله وخروب. علاش ما خلصتوش؟ ما فماش تتبعات عدليه فيها الحكايه، فهمت؟ ما خلصوش. كي ما فماش تتبعات عدليه ما تخلصوش؟ هيكم يا مزادة فما ظروف زادة إنسان باش ما يخلص. نسمع به. عنديش عليها فكرة كبيرة. الحقيقة ما نسمعش بيهم برشا. نعرفش ما عندي حتى فكرة عليهم. في داركم يخلصوش الزبلة والخروبة؟ في بالي يخلصوا، سمعت بابا ما راح حكي عليها، ما نعرفش أمور الخلاصات هذه مش داخلة في أموري أني معنا. يعني بطبيعة لازم لا يفهم خلاص الزبلة والخروبة، ما كانش باش ياخذ مورك البلدية. والله يخلصوا كل مره كيفاش يخلصوا من وين ما يخلصوا. تعرف كان زبره خروبه في ضرائب انت مازال كان لهوا ما عطاوش عليه ضرائب ولا المطره هذه نورمال ما يخلصوا عليها ضرائب تونسي. انا لا واحد من الناس مانيش قاعد نخلص فيه. علاش ما تخلصيش؟ مانيش واصل ولا مش معقوله معناتها الاسوام اللي قاعده تجي ماهيش معقوله جم. اي تو كي ما تخلصيش مال البلديه كيفاش باش تخدم؟ والله كي نخلتوا هما من ناحيه عندهم حق ومن ناحيه زاد حتى نحن ظروفنا الشهري ماك تعرف الشهري ماناش خالتين معناتها هاكا نخلصوا بشوي بشوي. احنا بطبيعتنا نخلصوا في الزبله والخروبه، تقول علينا ماناش نخلصوا فيها اكثر في كل شيء على عينيك، هذا قدام فاك هكي